مساء الخير، حلقة جديدة من نقطة تحول لليلة على شاشة الاو تي في. ضيفنا اليوم جرب وعاش كل شيء بحياته، من شهرة ومال ومناصب وسفر وسهر وسكر، مرورا بالكبرياء والغرور والتعصيب والمزاجية. 16 سنة من حياة رفاهية وقلة مسؤولية، سنتين من حياة روحية وسعادة حقيقية. ماريوس فير، الوصيف الأول لملك جمال لبنان بعام 2015، هو صاحب هالتجربة، ورفيقة دربه هي أخته باتريسيا، ضيفتنا الليلة. باتريسيا مساء الخير، أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا نقطة التحول. بونسوار توني. يا أهلا بونسوار. باتريسيا، بدي أسألك، خبرينا شوي هيك عن طفولة ماريو، كيف كانت؟ ماريو بطفولته كان ولد كتير ذكي، كتير شاطر، قريب للقلب، محبوب، وين ما كان يكون كان يعمل جو ومرح فرح. يعني كنا عائلة مسيحية، كبر وترعرع بالعائلة، وعمر 14-15 بلش سن المراهقة مثله مثل كل هالشباب، بحب السهر، بحب يظهر، علاقات مع بنات، علاقات متعددة، لتقدمت لتطورت هالقصص معه، وصار انه يوصل ليل بالنهار ما يلفي على البيت، يقطع ايام كتير ما نشوفه، نضطر انه ننبش عليه، ندقدق له ما يرد علينا. وتطورت اكثر واكثر، وصارت الماما تلاقي معه بجيبه بالبيت انواع مخدرات، حبوب. انت هون شو كان دورك تحديدا او دور اهلك بهذا الموضوع؟ اكيد نحن جربنا ننصحه كثير ونحكي، بس انه بتعرفي بهيدا العمر كل الاولاد بيصيروا انه هن اللي معهم حق، ما بيقتنعوا، وخاصه ماريو كان كاركتيره صعب شوي. جربنا نحكي اكيد، وكنا عايشين صراع صراحه ونزاعات كثير بالعائله، وكان في كثير يبقى مشاكل، يعني من مال انا دافع عنه كمان اتبهدل معه، ومن مال زعلان عليه اكيد، يعني انه خيب النهايه، بس بتعيشي صراع، يعني ويلك اهلك ويلك هو. كنت تستر عليه ليه؟ كنت ستر عليه، بس في اشياء ما بقى فيك تستري، اشياء بتصير اوفر، يعني كانك عم تاذيه لما عم بتدافعي وتستري عليه، انت عم تاذيه بنفس الوقت، وبنفس الوقت بدك تستري عليه لان بتحبيه خيك، فكيف مزبوط. كنت تتعاملي بهيدا يعني صراحه كنت تقطع ليالي عن جد، تقطع ليالي علينا، يطلع الضو علينا وما يسرب على البيت، كان يبكينا كثير عن جد، كان في عذاب بالبيت، يعني مرحله كثير صعبه، كان في معاناه يعني لاله ولالنا. وكبر ماريو عمر 18 تقريبا، توظف على اساس ماشي حاله، جلس راح اشتغل برا 4 سنين تقريبا، بلاد برا، هلا كان برا كمان نون ستوب، يعني حياه انه سهر، وكان عايش مساكنه مع كمان بنت، يعني كان غامض، ما نعرف كثير عن حياته الشخصيه صراحه، يعني ما كان يخبرك شيء، ما كنت تكوني انت مثل ما بيقولوا كنت اقرب شيء له، انا كنت اقرب شيء له، بس بتعرفي كان يبقى يغطي عن حاله الاشياء الغلط، يمكن اوفون كان يعرف انه هالقصص غلط، بس يضل يعملها لانه منجر مش بايده، يعني هلا وقت كان يجي على لبنان فاكيشن كنا ننطره بناطره، كان حدا كثير كريم، كان يطلع كثير مصاري، بس ما نعرف هالمصاري وين عم تروح، يعني ما يصمد مصاري، ما كان يفكر لمستقبله. قد ايه كان يطلع تقريبا؟ هلا يعني هي لما بيطلع المصاري بده يخبي ويستتر شوي على صراحه، كان كل شيء يطلع وعيوبه، يعني عن جد كان كثير يطلع، وصل لاعلى المراتب، ما كان الا مدير يشتغل يعني، واذ انه قرر يرجع على لبنان يفتح اساس شغل بلبنان، ونحن اكيد رحبنا بالفكره وكثير انبسطنا فيه، يعني اكيد اهلي عيدوا، حرام كنا ننطره مناطره لانه بالفاكيشن تيجي. سو رجع على لبنان، اشتغل كمان بشركه، وكمان كان عنده بوزيشن بشغله كثير عالي ومعاش كثير عالي، يعني اليوم انا في كثير بيوت بهالعمر عم بيكتشفوا انه اولادهم ب 14-15 عم بيتعاطوا مخدرات. مزبوط. كيف كنتوا تتعاملوا معه؟ هلا البابا بحكم شغله كان شوي انه غايب عن البيت، بتعرف رب عائله، يعني عنده 4 اولاد مدارس، وكان يشتغل من الصبح لعشيه، والماما حدا كثير رايق، وماريو كان يعني حدا شخصيته صعبة كتير، يعني كاركتيره قوي، وكان شخص ذكي، يعني ما نقدر نتحكى، عنيد كان عن جد، يعني كانت الماما تعطيه شانس وتحكي وكنا نفهمه، وأنا كنت أكيد أنه أحكي قد ما فيه وجرب قد ما فيه، يعني أنه أوقف حده ودافع عنه. في سؤال هيك محيرني، طيب اشتغل كتير وهالمبالغ اللي كان يجيبها كان يتعاطى فيها كلها ويصرفها على حاله؟ صدقيني كان كل شيء يطلعه يصرفه على يعني كيف يجوا المصاري يروحوا،
يعني على حياة الليل. بتعرفي انه كله صار بيتطلب مصاري، ما بعرف تعاطي لوين وصل صراحة. لا الوالدة ولا الوالد قدر يأثر، ولا انت كنا عايشين نزاعات. عم بخبرك انه كنا عن جد عايشين نزاعات. بتعرف الولد بهالعمر صعب كتير كاركتره، بيبقى مفكر انه هو مالك الدنيا، هو اللي معه حق وكل العائله غلط. بيك عرفت انه مره واكثر من مره ضربه؟ نعم. تي يردوا عن هالطريق؟ نعم. وما رد. عرفت كمان انه كنتوا تروحوا وتبرموا ليه كل الليل وتبكوا؟ صح، يطلع الضوء علينا وما كان يجي يومين ثلاثه على البيت واخر عمه. كلكم بالبيت؟ نعم. لدرجة انه تنشف دموعكم؟ مزبوط. انا كنت روح برم عليه. شو كنتوا تحسوا هالاحساس؟ شو نحس عم نخسر وما عم نقدر نعمل شيء؟ يعني بتحكيه بالاخر وضربه ومد ايده عليه، بس مش هيدا الحال، مش هيدا الحال. يعني كان اكثر شيء يقول له بدك تعمل هيك ولا بتفل من البيت، يفل من البيت ماريو اخر عمه. يعني عن جد كان بتحسي خلص ضايع. كان ضايع وبعد كثير عن جو العيله، بعد كثير عن الاهل، بعد عنكم، ضاع يعني. ماريو، اول شيء انا كثير فرحان بوجودك معنا ببروجرام نقطه التحول هشاشه الاو تي في. بدي منك تخبرني اكثر بالتفاصيل، لانه عمر اللي انت ابتديت فيه بالمخدرات هو اليوم كثير حالات بهالاعمار بالمدارس وبالجامعات وبين الرفقه منتشر بال15 16 سنه هذا الشيء. فانت خبرني شوي عن شو الاسباب اللي فوتتك عالم الادمان وعالم السهر بهالعمر؟ يعني عمر 14 السنه عم بيدرس وينام الساعه 8 بالليل، انت شو وين صرت؟ ليش؟ شو الاسباب؟ اول شيء ثانك يو على الفرصه اليوم انه نكون معكم، وفرحان كثير انه نكون اليوم هيك عم نتشارك بهذا الشيء. مثل ما قالت اختي ومثل ما قدمت باسمه انه كان في شوي خبصه بحياتي، بس رح بلش شوي من صغري. انا ربيت بعائله مسيحيه متواضعه كثير كانت ماديا، وكان عندنا مشاكل كثير بالعائله، كان فيها نوع من التفكك، وكانت علاقتي مع بي ما كثير منيحه. وتشز هيدا ساعد شوي انه انا كان عندي مثل انتفاضه، او كان عندي مثل عبالي انه اطلع من هيدا الشيء، اعمل شيء مختلف، ما عبالي كنت كفي حياتي على هيدا النمط. فحبيت انه كنت حاطط هدف انه بدي انجح انا بالحياه لو شو ما كلفتني. بدي اعمل المستحيل انه مهم اوصل. هلا كان المخدرات هو كان يمكن مثل اسكيب، مثل واحد عم يهرب من الواقع اللي كان عايش فيه، لان كنت انا بعمر هيك صغير ما قدرت اتحمل هو المشاكل، كنت اهرب انه للسهر، المخدرات، لفضي بهيدا الاطار. بشو بلشت تعطي اول شيء؟ يعني بتعرف بتبلش اول شيء بسيجاره، بتبلش من رفقاتك اللي حواليك. حشيش؟ كانت ايه، ويعني بايام المدرسه يعني، وكان في كثير اشخاص يعني تقريبا كل رفقاتي اللي حوالي بالمدرسه. ايه. واهلك؟ اهلي هون اكيد ما كانوا عم يعرفوا. هلا بي في محل ما انه كان يحس ويقول لي، هو اصلا يقول لي، بس كنت انكر انا، كنت انه ما انه لا. عيونك الحمر؟ ايه كسر؟ ايه. كنت انا حتى احب احط بيرسينجز وحلق وهيك، كنت شيلهم بس اوصل على البيت. يعني انا حدا كان من انا وصغير بحب يعيش حياته، ما كان في عندي ليميت لشيء خلص، وكانت عنيد. يعني لقيت انه هيدي مش هيك زبطة، انا بدي اعمل الحياة على يعني جوري. الرفقة اللي كنت انت وياهم كانوا كمان بيرسينج وحلق، واكيد هن علموك الحشيشة وهن علموك فوتوك بهذا الاطار السيء. الجو صح، اكيد كله الجو بيساعد والسيتويشن اللي كنت انا فيها. بس هاي الطريقة اللي كنت تشغلك فيها مبدئيا ايه، لان هيدي هي الطريقة، هالمهرب اللي اليوم كل العالم عم تهرب له. انه اليوم شو الحل؟ انه اذا اليوم ماديا انت ما عم تقدر تقلعي، وبتعرف الواحد بهالعمر يعني وظايف حتى ما بيقدر يكون عم بيلاقي، ودرسه بيكون بعد ما خلصه، فكان اليوم انه ما في. بس اليوم اللي رجع صار هيدا، يعني هيدا الوضع اللي كنت فيه انا فتح لي فرصه وقتها، وقدرت سافر على الخليج. نعم. بس عبالي احكي شوي انه اليوم من المنطق تنقول البارت الروحيه، انه انا خلقت بعائله هي مسيحيه، بس انه ولا مره كان عندي علاقه مع الرب حقيقيه، وتعلمت انه انا حدا مرونه
كبرت بحب العذراء بس ما كنت صلي غير للعذراء، كنت خاف من يسوع، يقولوا لي انه يسوع بيخنق، يسوع بيقتل، يسوع خطيه، كانوا يخوفونا بيسوع 100%. وانا عايش بهالخطيه، فقلت انه تركت على جنب ومشيت انه على اساس. لكن بتعرفوا اكيد بدك تتركوا على جنب. مين كان يعرفه؟ يعني ما كنا نعرفه. حتى روحت على الكنيسه او كنت مثلا صليت نقول ابانا سلام قبل ما انام، بس ما كان عندي مفهوم، ما كنت ولا مره اصلا، ما كان في معرفه 100%، ولا مره اصلا سالت ايماني اذا الله موجود ولا لا، لحديد ما صار لي فرصه سافرت على الخليج. وبرا هالفرصه كانت كتير كبيره مهمه لي، يعني انا بلشت نقول على عمر 23 سافرت، كان معاشي بال 4,000-5,000 دولار لشاب عمره هالقد، انه كان هيدا مثل حلم بيت انفتح. وهالشي ساعدني انه اكون عايش، كنت عايش ببنايه ناطحه السحاب، يعني مثل ما بيقولوا لبرا، يعني على الطابق 29 كله ازاز. حتى برا بقيت بهي الحياه اللي كنت عايش فيها بلبنان، يعني حتى برا كان في مخدرات، كان في بس ما كان 100%. يعني فتحت لها على راسك مثل ما بيقولوا على اللبناني. صح صح صح، بس انه ما كانت مثل ما قد ما بلبنان، يعني هونيك برا بلشت التهي بامور ثانيه. هو الفراغ اللي قبل كنت عايشه انا خلاني اركض للمخدرات. الخارج انه اول شيء شغلي كنت مدير، نعم، اعطاني السلطه، المال، الحياه الرفاهيه، كنت عايش، كنت مصاحب بنت أسترالية عايش أنا وياها، يعني كنت عايش كل شيء مرتاح، كان معي سيارة موديل السنة، يعني كنت عم حقق كل أحلام اللي بدي إياها. ليش كنت عم تحكي بنت وهي أكبر منك بعشر سنين؟ هلا هيدا الشيء يمكن لأن كمان كان بدي حدا يسندني يعني هي إجت مثل فات على حياتي، كانت أوعى مني، وأنا حدا كان كتير مكفشل بحياته، فهي أدمنت لي هيدا الحضن الدافع أو حدا يلمني، لأن أنا أوريدي قبل كنت ما سألين عن أهلي ولا سألين يعني عن حدا. يعني عشت مساكنة أنت وياها؟ عشت مساكنة صح، وببلد خليجي، مع أنه هيدا شيء ممنوع برا، بس كمان ما كان عندي حدود على شيء. وصهر كنت أنا أيام كان درجة أيام الإيفنتس والترانس والتكنو والهاوس ميوزك والاكستسي، هو الحبوب، انواع الحبوب المنشطه، هو اللي بتضل على يومين ما بتنام بس على يوم. بس هيك عقب على نوع الموسيقى يلي اليوم كمان عم بيحذروا منها، الروك والار ام بي والتكنو، هيدا نوع من الادمان كمان. صح، يعني هيدا ادمان بتسيطر. من نوع اخر بتسيطر على ذهنك وبتسيطر على ذهن الانسان وبتخليه يدمن على هذا النوع من الموسيقى. صح، فخبرنا كملنا شوي هيك شوقتنا اكثر. صح، سو هون عن جد كنت بلشت عم حقق احلامي، بس في شيء بلش ينمى في اللي هو كان في شيء فراغ بقلبي، كان في شيء شعور بلشت احسه ما كنت افهمه، حس حالي كئيب مش مبسوط، ما في شيء عم يرضيني، وصار عندي هيدا اللي بدي اكثر اكثر وما عم بكتفي. ما في شبع 100%، ما كان في شبع. والشق الروحي برا هونيك بلشت اتعرف على ناس ديانات مختلفه، خايفات مختلفه، ناس بيؤمنوا بالله، ناس ما بيؤمنوا بالله، فبلشت هون انا بلشت الاسئله هون تكبر، انه اذا الله موجود ولا لا. فهون قلت انه وصلت لمرحله انه خلص انا ما فهمت، شلت الله جميع. كان في اوقات مثلا تنقول عم بزني، خاف فكر قول انه هالشيء غلط بركي او هيك، هون فتتها اخذت قرار انه خلص انا ما رح بقى اخاف من شيء، انه لما قدرت اوصل لمرحله اذا الله موجود ولا لا. فهون قررت كفي عيش حياتي، انه من بعد هونيك البحرين، من بعد كل هدول قررت انا، لان ضليت عايش فراغ، قررت انه اترك هيدا الشيء وبلش شيء جديد. رجعت على لبنان على اساس انه هيدا الشيء بيرجع بملي الفراغ، رجعت كمان بوظيفه كثير كانت مرتبه، كنت مدير تقريبا على 200 موظف في شركه كثير مرتبه وهيك، بس حتى كنت يعني اجان يعني حتى افتكرت انه يكون احد اهلي بيرجع بيتعب هالفراغ، كنت عم برجع اغرق بفراغ اكثر ويكبر هيدا الشيء. ففتح لي فرصه وقت افوت على مستر ليمون، انا كنت بحب الشهره، البركه باب الشهره رح يريحنا شوي، رح يفتح لنا بعد اكثر. ففت وقت على مستر لبنان وطلعت وصيف اول، وطلعت مثلت لبنان بمسابقات عالميه. نعم، وكان مثل هيدا الحلم كل شاب بيحلم فيه بوقتها. انا بتذكر شفته وشفتك على التلفزيون وشفت الصور، بس ما كنت اعرف هالقد غايص بحياه الظلمه، هالقد عامل السبعه وضمتها مثل ما بيقولوا. وكنت ذكي كثير يعني انا بوقتها، انه ما بتقولي انه هيدا الشخص، يعني من برا بتقولي انه شو هالشخص المرتب، شو هالشاب، لان كنت اعرف رتب حالي، بهتم كثير بشكل الخارجي. هيدا الماسك اللي بنلبسه كلنا، كنت لابس كل حياتي ماسك اكاذيب، يعني ما لا اهلي بيعرفوا شيء ولا العالم اللي حوالي. نعم، ف هون بمستر لبنان اكيد قدرت احقق كثير امور، كمان كنت حب اعمل، اكيد اول فتره كانت شيء كثير حلو، بس كانت ضربه قاضيه لإلي، يعني هيدا الطريق اللي فت فيها كان بلش اول شيء كبر الغرور فيي، بلشت حدا صرت كثير عصبي، حدا ما بيتحاكى، حدا شايف الدنيا مش سيعته، اوكي، حتى قررت اترك شغلي وافتح بزنس على حسابي،
فتحت بزنس بوقتها، وهذا البزنس كنت يعني اقدر اعمل بالشهر تقريبا 15,000 دولار، يعني بهول المصاري كان هون صار مثل كأن انا اللي بدي اقدر اعمله. ماريو، وصيف اول لملك جمال 2015، بكل صراحه وبكل جراه بدك تقول على نقطه التحول، هل تعرضت لتحرش جنسي من الرجال؟ هو هيدي تحصيل حاصل من الرجال والنساء، يعني هو بتصير انت تحت نقطة محط، يعني محطة انظار، انت بتعرف يعني هيدا الدومين من كل دومين الفن، من كل الميلات، هيدا دومين الفن مليان هيك قصص، فخبرنا شوي. صح، اكيد لابد انه صار في هدول الامور، بس انه انا هون بوقتها انه ما كنت مهتم لهول الاشياء، يعني كان هيدا الشيء بغذي لي غروري من حيلا نطاق، انه انا بالنهار كل يوم كان يجيني تقريبا شي 200 فولورز على الفيسبوك وعلى الانستغرام ومسجز، بيجي عروضات كمان مغرية اغراءات كلها يعني. بس هون انا لان كنت يعني نقطه يعني تنقول موجوده بمس لبنان، مش هو اللي كان انا، لان بفتحت للبزنس تبعي كنت اقدر امن المصاري اللي اصلا عايزها واعمل تمثيل، سو هو ما كان المصدر اللي انا بحاجه له لاعمل. انا بدي انتقل منك لباتريسيا. باتريسيا بهالمرحله اللي هو كان فتره طويله بالمخدرات والسهر والدعاره، لانه انا بعرف كيف كانوا رفقاته قبل كلهم كانوا بجو الدعاره. كيف كنتوا عم تعيشوا هالمرحله معه؟ كيف مرافقينه؟ كيف كنتوا عم تشوفوا تقدم كرمال ملك جمال لبنان؟ شو كنتوا عم بتقولوا؟ يعني نحن وقتها قرر يشارك بملك جمال لبنان كان مثل عائلة، حيلا عائلة، شجعناه وقفنا حده، هيصنا له، انبسطنا فيه، شاب حلو، شفنا حالنا فيه، انه لك لوين وصل، نحن مش عارفين، انه ماريو غامض، ماريو لابس ماسك، ماريو عم بيتجه لمحل كتير خطر، يعني اكيد نحن اهل، يعني الاهل بينبسطوا لنجاح اولادهم. كنتوا تشوفوا حالكم فيه بهالمرحله؟ كنا نشوف حالنا فيه قبل هالمرحله. كنتوا تستحيوا فيه؟ لا، هي هلا هو بالتينيجرز بسن المراهقه عذبنا، بس كنا نتقبل انه اوكي كل ولد بيعذب وهيك، بعد عندك وعند امك وعند بيك ويقولوا لكم ابنكم بيتعاطى، شو كنتوا تحسوا؟ اكيد كنا عايشين صراع، نستحي ونضل نحكيه. انا كنت عن جد يعني ضل معه وضل اتخانق معه، والبابا يتخنق معه والماما، انه امي كانت شوي اروى وما يطلع صوتها، يعني عم بقول لك يعني كنا مضلنا نزاعات فتره كثير صعبه. نرجع لسؤالنا اللي سالتك اياه عن اليوغا، وكثير بهمني انك تخبرنا اكثر بالتفاصيل، لانه اليوم في كثير عالم عم تنجر صحيح لهيدا الشيء. اليوغا اللي صار انه انا فترتها لما قطعت امر كان بحاجه لسلام، وبتعرف اليوم بايامنا انا المجتمع لما فتح مثل لبنان كل مجتمع صار حوالي تقريبا من طبقات الغنية أو المشاهير أو الناس اللي بيحبوا الفزلكة بالحياة، وهي اليوغا بتنزل تحت هيدا النطاق إنه الشيء الكول، الواحد عم يعمل شيء شو أوف وكل هيدول ومديتيشن. سو أنا فتت ما كنت عارف، هلا أنا عملت سابقا كنت أعمل يوغا للسبور، بس هون فت بشيء مختلف كليا، فت مش بس باليوغا، بعالم التأمل المديتيشن، يعني فتت بدك تقولي على الشلوش على الجذور تبعها، تعمقت فيها. تعمقت، هلا أول شيء أنا رحت مخدوع، كنت ما كنت عارف على أساس إنه هو للراحة لريح حالي نفسيا سبور، طلعت اخر شيء انا عم فوت بالشق الروحي، لان اليوم اليوغا بدهم يفهموها العالم اللي ما بيقدروا يعرفوا اصلا، اكثر يوغا معروفه اسمها هاثا يوغا، واذا بيجوا بيفسروا شو هذا يوغا اسمها باوينج تو ذا سان، سجود للشمس، وهي بترجع لعباده، عباده اله الشمس. اوكي، وكل العبادات فيها بترجع لالهه هندوزيه بلا ما تعرف العالم، حتى كل بوستر كل حركه بتنعمل اله شيبا. شيفا هو واحد من الآلهة الثلاثة، هو اللي اخترع علم اليوغا وعنده جنوده 100% 100%، وهو بيعبده بديانة هندوزية. فتخيل من سبور يوغا لك روحيا قدي خطرة هيدا، هي هاي مثل الطعم أول شيء اللي فوتوك على سبور، بس هي كلها تحضير أرواح، لأن أنا اليوم بكل بوستشر عم بعمله بجسم، كل حركة عم بعملها هو عم قله إليه من هول الآلهة. سو أنا اليوم بلا ما أعرف في نوع من مانترز كمان بيعملوها، هي مانترز أنا عم عيط لهول الآلهة عم بستدعيهم، عم تجذبهم بلا ما يعرفوا، لأن الأستاذ اللي عم يعملها هو أذكى من التلاميذ اللي عم يعملوها، التلاميذ اللي عم يروحوا عم يعملوها كسبور، اللي عم يعمل شيء فهمان أكثر شو عم يعمل، ولو حتى قوي بيبقى هو مخدوع. حتى أنا بعرف ماريو الحركات إلى تفسيرات معينة وإلى تحضير أرواح وإلى مثل نداء بتعيط بكل حركة، بتعيط لروح شريرة معينة، يعني أنا عملت شوية بحث عنها من زمان ونزلت عندي على الفيسبوك كمان بوست بهذا الموضوع، كمان حذرت كل
الفانز اللي عندي وكل الأحبة اللي عندي. اليوغا هي رياضة بس هي أكيد مبطنة بشيء جدا خطر. ماريو أكيد جربتها واختبرتها. اختبرت وعرفت شو مخاطرها وتعمقت فيها. اليوم داشي عالم هم تدي أشخاص إنها تكون تجي مصدر راحة لألون، لأنه نحن نعرف إنه كل عالم تعبانين وما في إلا شخص واحد هو إله يسوع المسيح عم بدعي لكل شخص تعبان حامل أثقال إنه يجي لعنده شخصياً تيتير راحة. العالم تركت مصدر الراحة وهم تلتجأ لا اشياء تانية ومنن اليوغا تترتاح. صح. انت تأثير اليوغا على حياتك تتروحها انك صرت تروح عند بالصارين وبالراجين. صح. خبرنا ليش، وكمان مرقت بمرحلة هون انك فكرت بالانتحار. صح. بالوقت اللي كان عندك مادة، عندك شهرة، عندك سلطة، اختبرت المخدرات، عندك نسوان عم تلحقك، رجال عم تلحقك، ليش توصل للانتحار بالوقت العالم كله عم تحزك؟ صح. هي النقطة اللي بلشت أكتر شيء دمرت فيها لما عملت سحر مع بالسارة. أنا ما كنت عارف، كنت عايش بأوتيل بجوني ظاهر منه بلا ما أعرف. وقفتني بالسارة هو اللي بيمرقوا على الطريق وصار تحكيني أشياء صحيحة عنه، لأنهم كلهم بيتعاملوا مع الشياطين 100%. وعملت مثل نوع مثل سحر، قلت لي إذا بتعمل هاي هيدي لح تصير أغنى أنت ويصير معك مصاري أكتر وينجح شغلك كله من أنا هون أول شيء لأني بالي بقى يعني ما بقى آمن بمسيحيتي، يعني مش آمن أصلاً إنه في الله، ما عم فكر بالموضوع. فقلت لها أوكي، قلت لي بتجيب شعرة من شعرتك بتحطها وشوية بن وشقفة من التيابة وهيك بتخلطهم وبتحط هيدي. عطيتني شيء أخذت مني وقتها $100 يعني على هيدي. أنت افتكرت شيء بسيط بس بعدين شفت ماني فاهمين أنا مفكر هيك، بس من هون من وقتها بلشت الحرب، بلش كئيب، بلش كل شيء يتخربط حواليه، كل شيء يدمر، بلشت كئيب مش طبيعي. يعني يمرق يومين ثلاثه ما اظهر من البيت، لانه كل من يتعاطى العرافه والسحر والشعوذه وقريه الفنجان والابراج صح حتى قراءه الكاف كلها شيطانيه، كل هيدا الشيء هو ملعون صح من الله. وفتحت باب هون كبير علي انا. فاليوم من خلال هالحلقه نقطه التحول نوعي العالم انه حتى قراءة الفنجان والكف صحيح والابراج كل هول بعده عنا عم نفتح باب لابليس يدخل على حياتنا. صح. كفي لي شو الاحساس تي انت صرت بدك تنتحر؟ صح. شو حسيت؟ اللي صار هون بلش تجيني هول الافكار انه ماريو خلص انهي حياتك، شو بدك فيها؟ شيلها كيف هون؟ لان انا ما كنت عارف انه هون كنت سكنت ارواح شيطانيه، لان هول هن الارواح اللي كانوا عم يقولوا لي. فأنا قد ما وصلت الكآبة معي وما عم بقدر أتحمل حياتي، يعني صرت نزاع واحد عم بميت ميت كل معنى الكلمة، ما بقى عندي لا أمل ولا فرح ولا شيء، ما بدي شيء من هالحياة. بس كان عندي خوف إنه أخذ هيدي الخطوة، يعني لو خطوة ما كان الانتحار. خطوة الانتحار لو ما هيك كنت عملتها يعني أنا بدون منازع، يعني ما بقى في شيء أصلاً لعيش كرماله هالقد وصلت معي. خوف من شو؟ خوف إنه من شو معقول يصير إذا أنا عملت انتحرت؟ هل ممكن يكون يطلع صح في جهنم وفي حياة أبدية؟ هل ممكن يكون في الله؟ فهون هون الإنسان بصير يرجع لحاله يفكر. وقدر فيتك سألتك قلت لك لا شو هالطريق غلط في طريق يسوع المسيح، بلشت تقرأ بالإنجيل وتروح تسرب بوقت قليل جدا خبرني. هون بلشت المسيرة، أنا بلشت عم بنقل من عالم الظلم للنور. هون لما قلت لي هي هيك أنا حربتها وهجمتها وما اقتنعت فيها، بس بلشت أبحث. وأول شيء اكتشفته إنه أنا اليوغا صحيح بترجع لآلهة شيطانية، وشفت اختبارات كتير لناس معهم، وأنا بلشت أدرس كل الديانات وكل شيء المختلفة لأقتنع. وهون وصلت لمرحلة إنه لا، المسيح هو الحق وهو الله المتجسد. فهون أنا أمنت، بس ما صار معي اختبار، ما كنت فهمان. بس هون أخذت وقت وعد أنا على حالي إنه رح أوقف أعمل يوغا ورح بلش أتبع المسيح وبلش أقرأ الإنجيل. نعم. لأتعرف عليه من خلال الإنجيل. نعم باتريسيا، سؤالي لإلك، كل هالخبار يلي عشتيون مع ماريو أكيد كان عندك غضب، كان في ثورة من جوا هيك فولكان مثل ما بيقولوا هيك، شو أكتر نهار غضبت فيه؟ وين؟ يعني بأي موقف حسيتي بدك هيك؟ أنا صراحة كنت عطول دعمته لماريو، يمكن هذا الشيء يمكن كبر له براسه وما بعرف، كنت العائلة عطول مقسومة، ناس معه ونص ضده. أنا من الأول كنت دعمته بالخطأ؟ لا كنت يعني ستر عليه صراحة. ستر عليه. قطعت مرحلة تخنقنا. هلأ ماريو لمن اجت رفيقته حكيته عن يسوع
اجى عم بيحكينا بس ماريو كان شعلان يعني غضب ثورة غضب كان عنده كبرياء ثورة غضب كبار. لا عم تحكي يمكن على المرحلة من بعد ما انا اختبرت كيف جيت كيف تغيرت هون علقت معه هون صار مشكل وبكيت بس فل من عندي يعني اجى عم بشرعني انه انتم غلط دينتكم غلط عم تعبدوا غلط نحن مش مسيحية انا صرت اتخنق معه نحن بنحب يسوع بس فعلا عن جد نحن بنحب يسوع بس ما كنا عايشينه بحياتنا يعني سامعين عنه كنت فاكرين حالكم مؤمنين بالرب ولكن مش متعرفين عليه شخص خنقت معه وما عاد احكي معه يمكن شي جمعه وزعلت وهون اللي صار قد ما مرقتهم بامور وكل مره جيب لهم شيء شو صاير حسيته عامل ديبرسيون مجنون العالم تشوفه كل ما حدا عليه تخنقت معه صار شريعة طويلة عريضة يعني العالم كل ما تشوفني يقولوا لي شو بو خيك شو صاير له تحول انفصم أنا صرت مقتنعة يعني صار العالم يعطوني كومنت عنه وصرت ضايعة أنه عن جد صرت صدق أنه بيشي ماريو جان أنه بالبيت كلنا ضعنا بس عن جد شوي 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 يعني هو رايق وصار يعرف يوصل الفكرة أحسن يعني كان شعلان أنا مبلومه يعني اللي قطع فيه منه هين يعني أنا بندم كيف شككت عن جد أنا شككت انه ما صدقته بالاول خبرنا عن شو صار ما صدقناه حسيناه مجنون بس بعدين شوي شوي عن جد انا اقتنعت وماريو كتير ساهم لعرفنا على يسوع وانا بحسه يسوع بعت لنا اياه عن جد يعني هو انه فوت يسوع حياتنا وانا هلا يعني عم بعيشه ليسوع كل يوم من مخاض ماريو وحياته السيئه وهالضجه اللي كان عايش فيها والظلمه اللي كان واقع فيها مشاهدينا ناخد بريك ومنرجع عودة معكم مشاهدينا وعودة لضيفنا لليلة بنقطة تحول ماريو سفير بدك تخبرنا هلأ عن نقطة التحول أي من الموت إلى الحياة ومن الظلمة إلى النور تفضل الوقت لك مثل ما خبرت اخر شيء وصلنا انه بلشت بحثي انا واخترت انه امشي ورا الرب يسوع لان عرفت انه هيدي هي الطريق الوحيده بس هون كان في شغله بعد صايره ما صار معي اختبار ما صار نقطه تحول ليه لان ما كنت عارف انه انا لازم اتخلى عن الاشياء الدنيويه او اتخلى عن حياتي القديمه كيف كنت عايش يعني اخذت عهد انا على حالي بلش اقرا الانجيل يوميا فبهيدا بس كنت بعدني عايش بالسهر المخدرات السكر العلاقات الجنسيه كل هدول الاشياء على كل صعيدها يعني لدرجه وصل على البيت لان اخذ وعد بدي اقرا بالانجيل وصل كون مثلا متعاطى كوكايين سكران بيجي بدي اقرا بالانجيل ما اقدر حتى عيني اشوف الكلمات بس مهم انا لازم اقرا بس هون بوقتها ما كنت افهم شيء لحديد ما اجا يوم كنت بعدني هون مدمر عن جد يعني ما قادر الحياه عم بستنزف كنت لحد ما اجى يوم كنت عم بحضر فيديو على يوتيوب وبهذا الفيديو كان عم يحكي عن الحياه الابديه من بعد الموت عن جهنم وعن السماء وهيك وكنت انا هون انا عم بسمع انه شو جهنم فيه عم اقول انه لا انه انا اكيد ما بدي اروح لهونيك نو واي اروح لهونيك باخر هذا الفيديو فيه مثل كان فيه مثل شي 3 ليستات او 4 ليستات عن الخطايا وعم يقولوا اذا انت عم تعمل هول الخطايا هيدا ولا لازم توب عنهم لان بهيدا الشيء بضل فاصلك عن الله ما فيك تكون بعلاقة معه 100% أنا عم بتطلع بقول الليستات كله تيك 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 مثل كان أنا بعملهم كلهم وعم يقول إنه لازم تتوب وتطلب الغفران لتقدر يصير في علاقة بينك وبين الله أنا هون ما كنت عارف كنت فكر إنه على أساس بلشت علاقتي وصلي هيدي الصلاة إذا عبالك تسلم حياتك ليسوع أنا هون بلحظتها فجأة ما بعرف شو صار معي ما فهمت وقتها ما كنت بفهم أنا بس فجأة بلشت أحس حالي عن جد حدا كتير مجوي وكتير عايش بالخطية وبلشت فجأة أبكي كان إلي سنين مش باكي يعني هدا مرقت بأشياء صعبة ما كنت أقدر أبكي فجأة بلشت أبكي مثل الطفل الصغير وقال له يا رب أنا ندمان خلص إنه ما بقى بدي مستعد أتخلى عن كل شيء حسيت حالي كتير كنت حدا شخص نجوي ما فهمت هون إنه أنا كان عم بصير في لقاء مع الرب يسوع شخصي فبكيت كتير بكيت كتير وطلبت الغفران وضليت هيك وخفيت أنا وعم ببكي تاني نهار وعيت إنسان عن جد جديد بكل معنى الكلمة ما فهمت شو صار معي إنسان مليان فرح مليان أمل مليان سعادة لك الإنرجي تبعي واعي معجوق الصبح ما فهمت شو صار معي وفجأة صار عندي عطش كل يوم صرت أقضي من وقتها بس صرت أقضي كل يوم 4 ساعات ل6 ساعات من عشية عم بقرأ الإنجيل وعم بتعرف على يسوع الفيديو من محل إنه بالقوة أقرأ صفحة من الإنجيل لحدا صار عنده عطش ومش طبيعي يعني بنقدر نفهمها هيدا الشيء هو مولود جسد جسد أما مولود الروح فهو روح إيمان بالرب يسوع
الرب عطاك سلطان انك تدعي وتصير عندك ابن، كون انت ابن للرب وولادي من الله من فوق. تحررت من المخدرات هون؟ انا من هيدي الليله اللي صليت فيها، انا قبل بليله كان وصلت انه صحن الكوكايين هالقد موجود على الطاوله مليان، ما قال نفسي بقى اقرب عليه قد ما نكون اخذين. من هيدي الليله صار لي تقريبا هيدي ثاني سنه انا مع الرب يسوع، من ليلتها من وقتها ما اخذت اي شيء مخدرات، وما كنت عارف انه كنت مفكر قبل كان في دائما هيك شيء يقول لي انه بعدك صغير لشو هلا تختار تمشي مع يسوع، بدك تتخلى عنه ولا بدك تعمله. ما كنت عارف انه انا اللحظه اللي بصرخ له بفوت على حياتي بتحرر منهم كلهم. بعد اخذت لا مخدرات. شو اختبرت يعني هالاختبار؟ شو عطاك استبدلت الانجيل؟ صار عندك ايه هو الاولويه بحياتك حتى اللي كنت انت عايش كرماله اللي هو المخدرات والنسوان والسهر والشرب والشهرة، صاروا كل انطفيوا، صار الضوء هو الإنجيل أو يسوع. ليش؟ شو أخذت منه؟ شو بهالولادة شو اختبرت؟ اختبرت المحبة، عرفت إني محبوب، اختبرت السلام واختبرت الفرح اللي أنا كل حياتي كنت عم فتش عليهم. فتشت عليهم بالشهرة، فتشت عليهم بالمال، فتشت عليهم بالمخدرات، فتشت عليهم بالعلاقات. كنت كل حياتي وكل إنسان اليوم عم يفتش إنه على المحبة، عم يفتش على السلام ويكون مبسوط، لأن المال لشو بده المصاري الواحد إذا منه مبسوط. انا كل هيدول عشت كل حياتي عم بركض وراهم، زلت حالي وقتلت حالي وعملت كل هيدول الاشياء كرمال اوصلهم وما قدرت اوصلهم بولا شيء. فلما اختبرتهم مجانا لان اعطاني اياهم الرب يسوع لما فات على حياتي مجانا، ما عملت حتى ما عملت افور، ما عملت جهد لاترك هول الاشياء، واللي تركتهم اصلا ما لازم كانوا يكونوا بحياتي، شالهم امر بالبركه. ايه امر بالبركه مثل هيك عجيبه بليله، عجيبه اللي صارت معك، امر بالبركه الرب يسوع، وتاني يوم صار ماريو انسان جديد، ولاده جديده. هللويا. غسلني يعني بلاطه كانت على قلبي، غسلت وطهرت بروح القدس وحررني من ارواح الشيطانيه يعني. حتى مرقت بهدول الاشياء وعرفت ودوالي، انا ما كنت فهمان، فبعدين فهمت انه انا كان في ارواح شيطانيه هي اللي عم تخليني اعمل هول، ومن ورا البصاره اللي عملتها فوت لعنه على حياتي انا وربطت روحيا، كرمال هيك صار الشيطان هو متحكم بحياتي مثل ما بده. تحررت، عطيته من كل شيء. حررني لما انا قبلت هون امشي مع الرب يسوع. تحررت، هلا صرت انت خادم للرب فينا نقول، وعم بتبشر بالانجيل. صح. مؤخرا كفيت انا حياتي عادي، ومؤخرا كنت مدير بشركه، تركت هيدا الشيء وقررت امشي مع جمعيه مسيحيه هي. نعم. نحن بنشتغل هلا مع تلاميذ الجمعات تنقوي نساعدهم بايمانهم، نساعدهم نعرفهم على يسوع، نتعامل مع كل الخلفيات حتى خلفيات غير مسيحيه. بس في سؤال هون قبل ما تكفي ماريو، يعني هيك شوي حشر المشاهد بحب يعرف، تترك شركه ومصاري وشغلك يلي بدك تعيش منه والرب يبارك بهيدا الموضوع، يعني شغلك هيدا معيشتك، لا تتفرغ لخدمة الرب؟ صح، لأن عرفت أنا أنه الحياة منا هون، الحياة بعدين، وكل شيء بدي أزرعه هون مجد باطل فاني. فأنا قررت بالعكس أعمل شيء للحياة الأبدية، وهالشيء عم يعطيني فرح أكتر بكتير من يعني أنا كان لي فترة عم صلي يا رب شيلني عبالي أخدمك، عبالي كون معك، عبالي يعني هو فتح الباب يعني بالعكس، لأن لا المصاري بقى بتهمني ولا يعني ما بقى في شيء يهمني بالحياه، وعملت كل شيء معقول انساني برم عليه، ما لقيت الفرح يعني فيه. مثل ما بيقول مربولوس، حسبت كل شيء نفاية حتى اربح المسيح. مزبوط. وكمان لا احيا انا بل المسيح يحيا في. انا هون بدي شوي شاركت بهالخبره، لانه هذا الاختبار نفسه اللي اختبرناه كلتنا قربتنا. بدي اقول شغلي انه نحن بالعالم مرئين بغربه، والحياة الأبدية هي بتبلش من لحظة بتعرف على شخص الرب يسوع. حياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت إله الحق وحدك. وقت نحن بنختبر الرب يسوع بغيرنا قلبنا، بغيرنا فكرنا، بيصير لنا فكر المسيح، فليكن لكم فكر المسيح. واليوم أنتم من العالم ولستم من هذا العالم، أفكاركم غير أفكار العالم. قديش أنت اليوم من بعد سنتين العالم مثل ما تغيرت، ليش هم بيتهدوك؟ لأنه صار عندك فكر آخر. في كتير عالم مثل ما كانوا عم بيصلوا بيعتبروا حيلا إنه ليك الكنيسة وبيصلوا كتير وهني كانوا موكلين يدافعوا عن حقوق الكنيسة. كيف بينزلوا لألك اليوم؟ شو بيتهموك؟ يعني أنا بيتهموني مثلا بدعة شيطانية، مثل ما اتهموا الرب يسوع إنه هو
في روح شريرة. وأنا بتهمني بدي أعمل راهبة. ماريو قالوا لي صار خوري خيكي مع شهود يهوى. إيه؟ أنا صراحة خي ماريو كتير مهم هذا الشيء، بس ضروري نضوي عليه أربعتنا. كتير مهم وصلنا المحل. نحن منصلي بقلب كنيسة اسمها مرفوقة غدير، معنا مرشد بأبونا جوزيف سلوم، نوجه له أكبر تحية من هالمنبر. تحت رضا سيدنا أنطوان الأنديري بقلب الكنيسة. نحن وبالكنيسة إذا منقول كلمة يسوع بحبكن أو أتينا إنجيل بيتهمونا بشهود يهوى. هل يا ترى أصبح الإنسان مسيحي إذا خبر التاني عن يسوع المسيح؟ أصبح بدعة بالمسيحية ولا مين البدعة؟ مش عم بعرف. خبرني هذا الشيء. للأسف للأسف اليوم أنا بلاقي كدعوة تلاقي أنا اليوم صرت عم بشتغل مع تلميذ الجماعات، لأن أنا برأيي اليوم الكنيسة لازم تروح لعند العالم، مش العالم يجي لعند الكنيسة، لأن برا ما عم يوصل المسيح. فاليوم هيدا منه، بالعكس نحن كمسيحية مدعوين. الرب قال اذهبوا إلى جميع الأمم وبشروهم وتلمزوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هو طلب منا، واليوم كمسيحي أنا دور الأول لا صرت مسيحي لا ماشي مع المسيح، تأمشي على خطى لوصل العالم للنور، لوصل العالم للحياة، لأن بلا المسيح ما في حياة أبدية. أكيد. بلا المسيح في موت. فاليوم العالم في اضطهادات رح تصير كتير، لأن الشيطان منه مبسوط والعالم العام. وبتعرف شو أكتر 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 شو بيقولوا قوة بتهاجم هيدا الشيء؟ هي القوة التدين. التدين الطبيعي، يعني شخص من برا مبين انه هو بحب مؤمن او هيك، بس من جوا فارغ مش عايش مسيحي، لان عم تنتقد انت، لان هو مرتاح بالجو اللي عايشه، بده يبين انه هو كان عايش المزبوط، بس هو منه مزبوط، وعم يشوفك عم تعمل المزبوط بده ينتقدك. انا من هيدا المنبر وبهيدا التوقيت بالذات بدي حيي واشكر الرب كل انسان عم بيتهدني انا شخصيا، وخصوصا من بعد كل رياضة روحية بيكون في ميات من الأشخاص أو أكثر من 100 شخص بالمخدرات بالانتحار بكتير قصص، عيال خربانة، ناس مدمرة عم بيتهدوني. أنا بدي أشكرهم لأنه هني بيكونوا سبب بركة. تأكيد لقلي أني أنا ماشي بالطريق الصحيح. تحية لكم، بدي أقولكم من جديد اتهدوني قد ما بتكون، وما حدا قادر يوقف العمل للرب. وبدعيك انه تفتحوا انجيلكم وتقروا فيه، لانه شعبي هلك من عدم المعرفه. الجهل اكبر خطر. من ليس هو معنا فهو علينا. هيدا هو توني الموت الروحي. ندعيهم لليقظة الروحية، ندعيهم ليقظة النعمة وقتلة النعمة كتير حوالينا، اللي بيضطهدونا واللي بيقولوا علينا نحن ضد المسيح، نحن عم نبشر بالمسيح، صفينا قتلة نعمة، يعني قلبوا اللعبة علينا. فنحن منقلكم من منبر نقطة التحول، ما حدا رح يسكتنا، رح نضل نبشر بالمسيح يلي هو إنجيلنا إنجيلكم، ما في شيء مختلف أبدا. كنت معنا برياضة روحية بجمعية العنصر الجديدة من فترة، شو شفت؟ وكان خيك معك، خبرنا خيك شو اختبر. صراحة عبالي علق شوي على الموضوع اللي قبل، أنه بخصوص الاضطهاد، أنه أنا أهلي عائلتي أول ناس اضطهدوني، أول ناس وقفوا ضدي وقالوا عني مجنون ومبهول وهي، وهلأ اليوم أختي معي عم تشهد للرب يسوع، امي الرب يسوع شفاها كمان من دواء مزمن 27 سنه كانت تاخده، انسانه ضعيف ظهر عليها، صارت كمان اجوا لعند المسيح، لان احنا كنا ده تدين طبيعي، ما كان في عنا علاقه شخصيه مع المسيح. خيي نفس الشيء باللقاء فوق معك اختبر، خيي حتى الوالد اختبرت مسيحية. من وراك الوالد. انت بشرتها، ويعني نشكر الله، فينا نقول صارت العائله يسوع سيد مسيحيه بالعائله، مسيحيه حقيقيه، مؤمنين حقيقيين باسم يسوع. باتريسيا وي. بس بدي اقول لضيق الوقت، بس ماريو شو بتقولي له اليوم لماريو وقاعد حدك، شو بتوجهي له كلمه؟ انا بقول له عن جد نحن هلا كثير فخورين فيه، نحن عم نتمثل فيه، صرنا عم نشوف حالنا فيه بين العالم. وانا بقول له لماريو رساله عن جد لكل هالشباب يتعلموا منه. نعم. هو يعني شهاده حياته انقذت عالم، يعني ما بخبرك قد ايه عن جد عم بيكون دافع للناس تترك الخطيه وتتبع يسوع. امين امين. انا قبل ما تحكي اللي بدك تقول لي اياه بدي اقول لك شغله.
خيك كان معنا بالرياضة الروحية، خبرتني انه اختبر، شو اختبر؟ خبرني. انا خيي كان لي فتره يعني عم جرب احكي بالرب يسوع وهيك، بس كان بعده مسكر، بس فوق باللقاء فتح للرب يسوع وصار معه اختبار حقيقي ولقاء معه، واختبر شو يعني الفرح والمحبه والسلام الحقيقيه، وبعده لليوم يعني نازل مش مصدق اللي عايش كانه بحلم. وفوق عن جد لقيت هداف في شباب، يعني كانت صعبه علي، انا لي سنتين مع المسيح وعم بخدم، وفوق لقيت حالات كتير صعبه ما واجهتها قبل، حالات مخدرات، ادمان، حالات ناس واصله عم يقولوا هي اخر خرطوش لقلي للحياه، وفوق سلموا حياتهم للرب يسوع وانشفوا ووقفوا مخدرات وهيك. يعني صراحه ما قدرت استوعب، انا ما صدقت شو كان عم يصير فوق بهيدا اللقاء. وبدعي عن جد كل شاب عايش بلا امل او بعد ما صار معه هاللقاء او عباله يختبر عن جد يكون يطلع على هدول الرياضات الروحيه عن جد تتغير حياته، لأن ما في حياة إلا بالرب يسوع. بجمعية العنصرة الجديدة. جديدة نعم. أنا بدي أدعيك، أنا بشكر الرب خدمتك لما تقوم فيها، بس برجع هيك أنا وياك نحط إيدينا بإيدين بعض. كنيستنا هي الأم. صح. بعرف أنك عم تخدم بكنيسة خمسينية. أنا بدي أرجع أدعيك أنه كون خدمتك بقلب كنيستك، كون خدمتك بقلب رعيتك، لأنه أنت انشأت ومن بالصدفة الرب خلقك بهذا المكان. بدعيك وبشدها ايدك نكون سوا بخدمة كنيستنا، رعيتنا، شبابنا، أولادنا، أهلنا، ونحن بجمعية العنصرة الجديدة فخورين جدا ان اكون خادم معنا، نغسل اجرين كل شخص مدمن، كل شخص عايش بعيد عن الرب. بس ما تجي لحالك. امين. بالعكس انا صراحة بتمنى كون عم بمشي بهالمسير اللي طوني انت وباسم ما اخدينا، واللي هي منا هينة ابدا، كتير صعبة. وبزعل لما اشوف اشخاص ان مسيحية عم يضطهدوكم، عم يضطهدوا عمل الرب يسوع، انه يراجعوا افكارهم، يقروا انجيلهم ويفهموا مزبوط شو عم تعملوا، ويجوا يشوفوا يتفرجوا ويجوا يخدموا الخدمة اللي عم تعملوها اللي هي فيها وجع واسى كتير وركض ورا الناس. فانا بالعكس بتمنى انه كون عم نحط ايدنا كلنا سوا ونشتغل خلاص النفوس لنرد العالم ونخلص هالدنيا من هالشر، لأن الدنيا صارت مليانة شر والعالم عايشة بلا أمل وبلا فرح، وما في أمل وما في فرح إلا بالرب يسوع. والعالم ما بقى تفتش وتضيع، وقت ضيعت 28 29 سنة من حياتي عم برم على هالشيء وما لقيته إلا بالرب يسوع. آمين. هاليلويا يعني هاليلويا. وأنا أكيد الرب يتمجد اسم الرب، والعمل اللي شفناه فوق، أنا فوق فين كان في أكثر من 200 شخص، وأنا أكيد الرب حيكون عم يعمل أكثر، والأشخاص نفسهم اللي كانوا، وأنا واحد منهم، اللي كنا نحن ندعي للخطية وللمخدرات وللكذب وللخداع وللشر وللإجرام، هلأ صرنا عم نحكي بالفرح بالمحبة، صرت أعرف حب، صرنا نعرف نحب. شفت شوفي أنت بالرياضة الروحية كم تاجر كب تليفون اللي بيتصلوا فيه المدمنين كرمال يبيعن مخدرات، كم في تاجر كب تليفون وكسروا وكبهم، كم في مدمن كب الهيروين والحشيش والحبوب والكوكيين وابر الهيروين، شوف كيف تحرروا وكبوهن. يعني صراحة اللي شفته فوق انا كنت عم بكيت اكثر من مره على المأساة، دافع عالم عايشين مأساة، حكيت مع عالم قالوا لي انا هي اخر خرطوشه جاي من بعدها بدي اموت، بدي انتحر، بدي عالم واصل انتحار. شوفهم اخر شيء عم يجوا يكبوا المخدرات وعم يرقصوا ويهتفوا للرب يسوع، شو بعد في اجمل من هيك؟ فرح الرب هيدا هو فرح الرب عن جد بحاجه، ما في كل انسان ميت بلا الرب يسوع. يعني فينا نقول ماريو يوم بدعي الكنيسه تحط ايدها كمان معكم وتنزل على الارض بقى، لان العالم ما عم تجي لعند الكنيسه. هول المرضى لما اجى الرب يسوع نزل عاش على الطريق بين العالم، راح يجول يصنع معجزات ويصنع. فينا نقول المستشفى بيت الله مستشفى، فتعالوا الي. ما بدنا نجيبهم ليجوا على المستشفى. صحيح. ما في حدا، بدنا نجيبوا اللي عم تعملوا طون اليوم هيدي تبشيريه بحت، يعني انت عم تجيب عم ترد العالم على بيت الله، على كنيستهم، على رعيتهم، على هدول الاشياء. وبتمنى اليوم انا عن جد توعى بقى الكنيسه او كل شخص عم يجرب يضطهد عمل الرب، ونقول له ما يجيب دينونة على حياته بقى، يفهم شو عم يعمل ويقرا انجيله ويشوف انه الرب يسوع هيدي خدمته كانت. ومن ثمارهم تعرفونهم انهم تلاميذي. عندنا شغل كتير ومش فاضيين للقال والقيل والناس الفاضيه، اللي بده يكون مسيحي ينزل غايه ايماننا خلاص النفوس. والويل لنا ان لم نبشر. نبشر توني من صرخه ماريو
من صرخة ماريو. أنا بدي أشكرك باتريسيا الليلي لحضورك. ميرسي ماريو لأنكم لبيتوا الدعوة ببرنامجنا بنقطة تحول. مثل كل أسبوع بيتجدد برنامجنا نقطة تحول، بتشوفوا الرقم على الشاشة بتتواصلوا معنا، ما تترددوا. نحن كتير منحبكم والله معكم.